اليوم وبطلبكم حنحكي عن عائلة مكونات كتير مشهورة بأنها بتقضي على حب الشباب وبتحارب شيخوخة، عائلة مشتقات الفيتامين A يلي هي ريتينول، ريتينال والتيتانول اللي بتعرفوا بكرام الأكريتين. شو هو الفرق بين هالأنواع من المكونات وكيف يعرف أي حيناسبني أنا شخصياً؟ خليكم معي. للتذكير أنا جوزيف وأنتوا على سكينفيت. سكينفيت هي قناة نحكي فيها عن ني البشرة والعناية بالنفس، فكي اشتركوا بالقناة وكمان اكبسوا على الجرس تعرفوا عن كل فيديو جديد أول ما ينزل. كمان تابعوني على الانستغرام بنفس الاسم سكينفيت لتشوفوا معلومات ما حتشوفوها على اليوتيوب. أول شي بدي أعمله أنه أحكي بشكل عام عن عائلة مشتقات الفيتامين A المعروفين بالريتينويدز. لما أحكي عن كلمة ريتينويدز بحكي عن كل أنواعها، كانوا كانت ريتينول، ريتينال أو تريتينوين. فأحكي بشكل عام شو هي وظيفتها، شو بيعملوا، وبعدين حأحكي عن الفرق بين كل واحد منهم. فخليكم للآخر تعرفوا شو هو يلي حينزلكم أنتو شخصياً. البعض منكم معقول يسألوني عن مكون الأدابالين أو الدفرين، ما حأذكره بهذا الفيديو لأنه هو عندي فيديو كامل خاص لإله فيكم تشوفوه على جنب. أول شيء بدكم تعرفوه عن الريتينويدز إن هي مصلح شامل للبشرة تبعنا، بيشتغل على خلايا الجلد تبعنا تشتغل بطريقة صحية وطبيعية، فإذا في خلل بشغلها بيصلحها. لما بلشت الدراسات على الاستخدام الموضعي لمشتقات الفيتامين A كان الهدف هو انه يثبتوا انه هيدا المكون او هالمكونات تقدر انه تقضي على حب الشباب، ولكن لما عملوا هذه الدراسة على المرضى تبين انه في عوارض تانية ومنها انه بخفف من تجاعيد وبيحفز الكولاجين بالبشرة، فهيدا الشيء تبين معهم بالغلط كليا. طلع السبب انه الريتينويدز بيقدروا انه يعطلوا الشغل انزيمات بالبشرة وظيفته انه تقضي على الكولاجين، وبنفس الوقت بيحفز الكولاجين بالبشرة طبعنا. اما بالنسبة لحب الشباب، كيف بيعالجوا الريتينويدز حب الشباب؟ يلي بيعملوا انه بيسرعوا معدل دوران خلايا البشرة، يلي بنفس الوقت راح يخلي انه الجلد الميت ما يلتزق بعضه وما يعمل حبوب. كمان بنفس الوقت استخدام الريتينولز على البشرة تبعنا بخفف من الافرازات الدهنية، فهيدا كمان راح يساعد بانه يخفوا حب الشباب. مثل ما قلنا الريتينولز حتسرع معدل دوران خلايا البشرة، يلي بالتالي بيعني انه حيقشر البشرة تبعنا، يلي بيعني انه حيوحد لون البشرة، فإذا عندكم تصبغات حيخفف من هيدي التصبغات كمان. لما نحكي عن التخفيف من التصبغات لما نستخدم الريتينويدز بنقصد هي تصبغات ناتجة عن أشعة الشمس، لأنه هو هيدا الشيء المثبت أنه بيعمله. هلا رح أقارن على السريع بين ثلاث أنواع من الريتينويدز اللي حكينا عنهم بأول فيديو من دون ما أحكي عن منتجات معينة لحتى تعرفوا أنتو أي نوع بتكون هي أول شيء، بعدين نحكي عن منتجات. فحطوا لي التعليق تحت هيدا الفيديو إذا بتكون أعطيكم أمثال عن هالمنتجات عدا عن الريتينويد اللي كلكم بتعرفوا شو هو. أول وأهم شيء بتكون تعرفوا أنه هالثلاث مشتقات بتحولوا بشرتنا لبعضهم، يعني إذا بحط على بشرتي ريتينول بتحول ببشرتي لريتينال وبالتالي بتحول لتيتانوين، إذا بحط على بشرتي ريتينال حيتحول لتيتانوين، إذا بحط على بشرتي تيتانوين استفيد أكتر شيء منه، بس بنفس الوقت عندي أكتر شيء حساسية من هيدا المكون، مش هيك منخاف إحنا كتير باستخدام أكريتين من دون وصفة الدكتور. رح بلش بالريتينول اللي هو بيعتبر أخف واحد بين هالمشتقات، يعتبر تقريبا 10 مرات أخف من تيتانوين، وهيدا الشيء بيساعده يكون كمان متوفر للجميع، بيكون أكتر شيء موجود بعناية البشرة، بتلاقوه بكتير منتجات بتكون وظيفتها أنه تخفف من تجاعيد البشرة، بس ما كتير بمنتجات تخفف من الحبوب. مشتقات الفيتامين A فيها تكون كتير فعالة، بس بنفس الوقت عندها عوارض أنه هي بتحسس البشرة، بتخليها تقشر، بتصير محمرة، ف يلي بيساعد الريتينول انه هو خفيف ما عنده هالعوارض مثل قصص تانية، ففي استفيد من دون ما حسس بشرتي، في يعود بشرتي شوي شوي عليه. فاذا انتم مبتدئين بدكم تبلشوا شوي شوي بالعناية بالبشرة تفوتوا هالمشتقات الفيتامين A، الريتينول هو خيار حلو. اذا انتم اليوم عندكم حب شباب متفرق معقول عندكم الريتينول رح تخفف من هالحب، بس انتم اليوم عندكم حب شباب عنيف بدكن شيء أقوى منه، لأنه ريتينول بتكل على البشرة تبعكن هي تحول هيدا المكون لمكونات تانية لبشرتكن، فيمكن ما يصير هيدا الشيء، أفضلكن تشوفوا دكتور يختار لكم تيتانوين بنسبة بشرتكن. إذا أنتوا اليوم بتكون بلشوا بالريتينول بلشوا بأخف شيء اللي بالعادة بيكون تقريبا 0.04 وتطلعوا شوي شوي لل1%، هيدا الحد الأقصى باستخدام ريتينول بالعناية بالبشرة. ننتقل للريتينال يلي هي خطوة من بعد الريتينول يلي كمان بيتسمى بالريتيل نايتهايد. بما انه الريتينال حيكون اقرب للريتينوين حيكون فعال اكتر من الريتينول، بس بنفس الوقت حيكون ما بيحسس البشرة الريتينوين،
يلي المشكلة فيه هي أنه غالي، لأنه منه سهل يتركب بأي منتج يلي بخليه ما يكون كتير موجود بالعناية البشرة. بتلاقوا كم شركة بتكون شركات طبية بيكون فيها الريتينول، بس مثل ما قلت لك يكون سعره غالي ما حيناسب سعره الجميع. بيستخدم بالعناية البشرة نسبة كتير قليلة من الريتينول يلي هو 0.05 لحديد 0.1، نسبة كتير قليلة بس نفس الوقت فعالة لأنه بيتحول لتتنوين بالبشرة طبعاً. وهلا اخر شيء وصلنا للتريتينوين يلي هو بنعرفه بالاكريتين يلي هو كريم طبي منه عناية البشرة. هيدا كريم طبي يعتبر دراج، يعني بتجيبه من الفارماسية ما بتجيبه بأي مكان تاني. مع انه التريتينوين هو معقول يكون كتير فعال، بنفس الوقت معقول يكون عنده كتير اعراض منها جفاف، احمرار، حساسية بشرة عم بتقشر. فبنصحكم دايما بلشوا على الخفيف، ما تتحمسوا، استخدموا كمية كتير قليلة. احكي بفيديو تاني طبعا عن طريقه الصح لاستخدامه، بس عرفوا انه بنصحكم دائما مع دكتور تبعكم ما تستخدموه لوحدكم. بالنسبه لقوه التريتينوين بلش ب 0.025، هيدي اول شيء بتكون وهيدا الشيء كافي لحدا بده يبلش. بنتقل عندكم بالاكريتين في 0.05، واكثر شيء بتلاقوه هو 0.1، بس احنا ما عندنا اياه هون بالسوق حسب علمي. في خطوة كتير مهمة تعملوها لما تستخدموا أي نوع من هيدي الريتينويدز، وهو استخدام واقي الشمس كل يوم كل أيام السنة لما تطلعوا برات البيت. حتى لو اليوم برات البيت إذا عندكم شباك كتير مهم تستخدموا واقي الشمس، لأنه استخدام أي نوع من الريتينويدز حيخلي بشرتكم تصير حساسة للشمس، وهذا الشيء معقول يعمل سمر إذا ما استخدمتوا واقي الشمس بشكل كتير قوي يوميا. كيف يعرف أي ريتينويد حيناسبني؟ إذا أنا بدي الفوائد تبع أحمي حالي من تجاعيد، بدي شيء يبلش شوي شوي يساعدني بهيدي الفوائد، في استخدم ريتينول. دائما بلشوا بنسبة خفيفة وشوي شوي يطلعوا نسبة عالية، وفيكم مع الوقت تنتقلوا لحديث ما تستخدموا ريتينول لما تصيروا شوي أكبر بالعمر. إذا اليوم أنتوا عندكم حب شايب عنيف بدكم حل له، بدكم تستخدموا التريتينوين، لانه هو مثل ما قلنا في وراء دراسات هو مثبت علميا انه بيقدر انه يعالج حب الشباب. كما انه اذا حدا متقدم بالعمر في تجاعيد واضحه في خطوط رفيعه عم بتكون عم بتبين، بدكم تستخدموا كمان التريتينوين. بس كمان بنصحكم تكونوا كتير لطيفين، شوفوا دكتور اذا بدكم لحتى ينزل لكم استخدامه لحتى ما تقصوا على بشرتكم. وهيدا كان كل شيء عندي عن الريتينوينز. مثل ما قلت لكم اذا بدكم فيديو خاص عن منتجات لكل نوع من الريتينوينز حطوا لي تعليق تحت هيدا الفيديو. اذا حبيتوا هيدا الفيديو بسوا على اللايك. شوفكم بالحلقه الجايه. باي باي.